الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان وجعلنا من أهل القرآن. نحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ويقول عز من قائل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول سبحانه في الحديث القدسي الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زواري فيها عمارها. لقد جعل الله المساجد بيوته على الأرض، وجعل أفضل هذه المساجد ثلاثة مساجد هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. هذه المساجد الثلاثة أيها الإخوة هي رموز الإسلام في هذه الأرض، والمسلمون مأمورون أن يحافظوا عليها. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من تقوى القلوب ومن تمام الإيمان أن يعظم المسلمون هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام بمكة المكرمة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، والمسجد الأقصى في بيت المقدس في مدينة القدس. هذه المساجد الثلاثة هي رموز هذا الدين، وهي جزء من عقيدة المسلمين. وقد ربط بينها القرآن الكريم حيث قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. المسجد الأقصى أيها الإخوة الكرام هو جزء من عقيدة المسلمين، وجزء من شعائر الإسلام، وقد أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس. قال: أرض المحشر والمنشر، إيتوه فصلوا فيه، أي اذهبوا إليه وصلوا فيه، فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره،
فمن لم يستطع أن يأتيه فليهدي إليه زيتا يسرج في قناديله، فإن من أهدى إليه زيتا كان كمن أتاه. ويقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه حين أوصاهم قبل موته، قبل لحاقه بالرفيق الأعلى، أين يقيمون؟ أين يسكنون؟ قال: عليك ببيت المقدس، فلعله أن تنشأ لك ذرية، أولاد وبنات يغدون إلى ذلك المسجد ويروحون، أي يذهبون ويترددون على المسجد الأقصى المبارك. المسجد الأقصى هو جزء من معجزة الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. اليوم أيها الإخوة، المسلمون يحجون إلى المسجد الحرام ويزورون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأين هو المسجد الأقصى من هذه الرحلة المباركة، من رحلة الحج والعمرة والزيارة؟ لماذا لم يعد المسلمون يحرصون على أن يشدوا الرحال إلى القدس؟ القدس اليوم تعيش حالة من الضنك والشقاء والعذاب تحت الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال يريد أن يغير هوية القدس، يدعون أنها عاصمة لهم، يدعون أنها عاصمة لهم زورا وبهتانا، ويدعون أن لهم هيكلا في مكان المسجد الأقصى المبارك، لكن الحقيقة أن هذا المسجد هو مسجد بأمر الله، ومسجد بقرار من السماء في القرآن الكريم، سماه الله المسجد الأقصى وسيبقى اسمه المسجد الأقصى. هذا المسجد اليوم يتعرض لانتهاكات وعدوان يومي من الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال يستفيد من فرقة المسلمين ومن ضعف المسلمين ومن عزوف المسلمين عن زيارة القدس وعن شد الرحال إلى القدس. الاحتلال يستفيد من ضعفنا وفرقتنا، يريد أن يستولي على المسجد الأقصى. المسجد الأقصى ليس مجرد مكان، المسجد الأقصى دين وعقيدة وإيمان وقرآن. المسجد الأقصى بحاجة اليوم مثل المسجد الحرام، بحاجة إلى من يزوره ويشد الرحال إليه ويصلي فيه إحياء لسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وتأكيدا على هوية هذا المسجد المبارك الذي جعل الله تبارك وتعالى البركة فيه وفيما حوله. قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: يا رسول الله، أي المساجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ يعني ما هو المسجد الثاني بعد المسجد الحرام؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. من الذي بنى المسجد الحرام؟ بنته الملائكة، ثم جدد بناءه إبراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ومن الذي بنى المسجد الأقصى بعد المسجد الحرام 40 عاما؟ أيضا الملائكة،
هي أول من بناه، وجعله الله تبارك وتعالى ثاني المسجدين بعد المسجد الحرام. رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه الوحي وأمر بالصلاة جعل يصلي والقبلة القدس ما يقارب 15 عاما من أعوام النبوة 23. النبي صلى الله عليه وسلم بعث وعمره 40 عاما وتوفي وعمره 63 عاما. النبوة 23 عاما، منها 15 عاما تقريبا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يستقبلون فيها في الصلاة المسجد الأقصى المبارك. فماذا يفعل المسلمون اليوم من أجل المسجد الأقصى؟ كل واحد منا عليه أن يسأل نفسه، أين هو المسجد الأقصى في عقله وفي قلبه؟ أين هو المسجد الأقصى في وجدانه وفؤاده؟ أين هو المسجد الأقصى في اهتماماته وأعماله؟ أصبح المسجد الأقصى أيها الإخوة، وعلى مر التاريخ منذ أن فتحه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أصبح هو المقياس والمعيار لقوة الأمة أو ضعفها. كلما كانت الأمة الإسلامية قوية وعزيزة ومنتصرة كان المسجد الأقصى عزيزا وكريما ومنتصرا، وكان في حوزة المسلمين. وكلما كانت الأمة ضعيفة ومتراجعة ضاع المسجد الأقصى المبارك. اليوم إسرائيل تحاول أن تفرض أمرا واقعا في المسجد الأقصى. في كل يوم عشرات ومئات من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى، والعالم الإسلامي يتفرج والعالم الإسلامي ينظر، ولا يوجد من يدافع عن المسجد الأقصى إلا أهل فلسطين، أهل القدس الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم في رباط إلى يوم القيامة. لكن أين المسلمون؟ اسمعوا أيها الإخوة الكرام، هذه رسالة لكم أولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينقلها لكم أهل بيت المقدس أهل فلسطين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن أفضل جهادكم الرباط. يأتي زمان يكون أفضل الجهاد هو الرباط، وهذا حديث صحيح. الرباط اليوم هو أفضل الجهاد. أين هو الرباط اليوم؟ أين هي أرض الرباط؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أفضل رباطكم عسقلان. أين هي عسقلان؟ في فلسطين غرب المسجد الأقصى، أو في الجنوب الغربي من القدس في فلسطين. أفضل الرباط هو الرباط في فلسطين، أفضل الجهاد هو الجهاد في فلسطين، أفضل ما يقدم المسلم هو ما يقدمه لفلسطين. إن أفضل الجهاد الرباط، وإن أفضل رباطكم عسقلان. وعسقلان هي بوابة إلى القدس وطريق إلى القدس. كل واحد فيكم أيها المسلمون في هذا البلد الطيب المبارك عليه أن يعقد النية والعزم على أن يكون مرابطاً
ولو لساعة ولو ليوم في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. فذلكم الرباط وذلكم الجهاد، وهذا هو أفضل الرباط وأفضل الجهاد. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واستغفروا الله فيا فوز المستغفرين. آمين آمين يا موفق الطائعين، ورفقنا لطاعتك أجمعين، وتب علينا وعلى المسلمين، واغفر ذنب من يقول أستغفر الله، ونستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين، سيد الأولين وسيد الآخرين، وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى في شأن المسلمين وعلاقة المسلمين ببعضهم البعض: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. أي إذا طلب أحد من المسلمين أن تنصره من أجل الدين ومن أجل القرآن ومن أجل صيانة حقوق الأمة فعليكم النصر. اليوم أهل فلسطين لا يدافعون فقط عن فلسطين، وإنما يدافعون عن حقوق الأمة وعن عقيدة الأمة وعن تراث الأمة وعن مساجد الأمة. هذه المساجد التي أذل الله أن ترفع وأن تكون في أعلى مقام وفي صدارة الاهتمام من كل المسلمين، وعلى رأسها كما قلنا سابقا وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المساجد الثلاثة في مكة والمدينة والقدس. هذه المساجد يجب أن تحظى اليوم برعاية المسلمين وبصيانة المسلمين وبنصرة المسلمين. والحمد لله، المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف في رعاية المسلمين، ولكن يبقى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى الذي بدونه لا تكتمل رموز الإسلام ولا تكتمل مساجد الإسلام. أهل فلسطين يتوجهون إليكم، أهل القدس يتوجهون إليكم، ينادونكم أن تعالوا إلينا، تعالوا للرباط في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، ولو ساعة ولو يوم. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف: لموضع صوت أحدكم، أي موضع القدم، أن يقف على بقعة صغيرة من الأرض حتى يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا وما فيها. خير من الدنيا وما فيها، أن ترى من بعيد، أن تنظر إلى القدس خير من الدنيا وما فيها. فما بالكم بالدخول إلى القدس، وما بالكم بالحياة في القدس وبالبقاء في القدس. كما قلت، لو يوم أو أسبوع أو حتى ساعة بنية الرباط، فهذا من أفضل الجهاد في هذا الزمان، كما قال النبي
صلى الله عليه وسلم، ولكي يعرف الناس جميعا ولكي يعرف العالم أن المسلمين لن يتركوا القدس وحدها ولن يتركوا أهل القدس وحدهم. فالقدس مسؤوليتنا جميعا، مسؤولية كل المسلمين ومسؤولية كل المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. نسأل الله العلي القدير أن يجعل لنا من أمرنا رشدا، ونسأل الله العلي القدير أن يحرر القدس وأن يحمي المسجد الأقصى من كيد الكائدين وظلم الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات إلهنا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أحسنت خلاصه، ولا وطنا سليما إلا حررته، ولا جيشا مؤمنا إلا نصرته، ولا بلدا مسلما إلا حميته وأمنته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء، حتى لا تسألنا يا مولانا يوم القيامة عن شيء. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين والمسلمين، ووحد كلمتهم على الحق والدين، واجمع شملهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد المسلم آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أيد بنصرك وعزك وقدرتك وتوفيقك ملك هذه البلاد وملكته وحكومته وشعبه إلى الخير والنصر والعز والتمكين والسيادة وحماية الدين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأنت يا مؤذن أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.